مشاهدينا برحب بحضراتكم مره ثانيه، لسه مستمرين معاكم في العبها صح. واكيد الحديث عن مباراه النهارده، مباراه الزمالك مع الانتاج الحربي، مباراه صعبه، مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك النهارده، كمان مباراه امس الاهلي والاتحاد السكندري، الاسماعيلي والمقاولين. هنتكلم بشكل اكبر مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك اللي مشرفني منورني، كابتن احمد مجدي. كابتن احمد صباح الفل عليك، ومبسوط ان انت معايا حبيبي، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. يعني كان نفسي ابدا معاك بدايات كتيره قوي، ولكن خلينا نبدا من مباراه امبارح. امبارح ابتدت الجوله طبعا العاشره، ومباراتين مهمين جدا، كان اولا المقاولين والاسماعيلي، وفوز وانتصار لكابتن عماد النحاس. شايف المقاولين العرب ومسلسل الانتصارات مع المقاولين العرب وكابتن عماد النحاس والاداء والشكل عامل ازاي؟ لا، المقاولين من السنه اللي فاتت، مش السنه دي بس، والموسم ده كان بادئ بدايه كويسه جدا جدا جدا. اعتقد عنده كل حاجه مستقره، النادي نفسه مستقر، هو ماضي عقد جديد ومجدد وما فيش اي مشاكل، والدنيا ماشيه كويس جدا معاه اداء ونتائج. فاعتقد المقاولين العرب ماشي على الطريق الصحيح، واعتقد ان هو ممكن يخش في المربع الذهبي لاخر السنه يعني ان شاء الله. الاسماعيلي شايف ايه مشكلته؟ هل مشكله نادي الاسماعيلي دلوقتي اصبحت في مجلس الاداره بعدم ما فيش لعيبه، ما فيش صفقات، ما فيش لعيبه تليق باسم النادي الاسماعيلي؟ شايف ان هو محتاج مدير فني؟ شايف ان كابتن ادم السلحدار يكمل؟ ايه المشكله داخل نادي الاسماعيلي من وجهه نظرك؟ بص، الاسماعيلي نفسه مش عارف هو عاوز ايه. يعني الاسماعيلي، انا وجهه نظري، اي نادي في العالم بيشتغل على حاجتين، يا اما يشتغل على قطاع الناشئين ويطور قطاع الناشئين ويصرف في قطاع الناشئين، بعد كده يطلع لعيبه صغيره زي ما كان بيحصل في الاسماعيلي ويبدا يبيع. ده التطوير اللي انا شايفه ممكن للنادي الاسماعيلي. والناحيه الثانيه بتجيب لعيبه كبيره او اساميها كويسه وتدفع لها فلوس عشان تخلي النادي الاسماعيلي منظر كويس او مظهر كويس. انت ولا بتعمل ده ولا بتعمل ده، صحيح. فانا بصراحه، انا هو نفسه النادي الاسماعيلي نفسه او مجلس الاداره مش عارف هو عاوز ايه. هو بيجيب لعيبه صغيره في السن، بس لعيبه درجه ثانيه، ما تقدرش تحط النادي الاسماعيلي في حته كويسه. تكسب ماتش تبقى فرحان جدا ومبسوط، وده ما كانش بيحصل للنادي الاسماعيلي. انت بتكسب ماتش او ماتشين يعني في عز انبساطك، وتشوف التصريحات واللي احنا وبنكسب والدنيا ولع، ولما تيجي تخسر ماتش وبتاع ولا بتيجي تتكلم يقول لك في ظروف، مش عارف تحكيم، ظروف مش عارف ايه، سفر، مش عارف ايه الكلام ده. ما كانش بيحصل الكلام ده في الاسماعيلي. الاسماعيلي نفسه مش عارف هو عاوز ايه. والمشكله كمان الناس مطالبه الاسماعيلي ياخد بطوله او يبقى موجود في منصه بطولات او في او بينافس، وده عمره ما يحصل. طول ما انت بتصرفش ولا بتصرف قطاع ناشئين، مع ان نادي الاسماعيلي من الانديه اللي كانت بتنافس او كانت على طول موجوده وسط الاربعه، عشان كان في استراتيجيه. انا استراتيجيتي مثلا، انا هصرف 30 مليون في قطاع الناشئين وهجيب لعيبه واطور لعيبه واكل، صحيح. وشرب ونوم وعقود والكلام ده كله، واطلع فوق زي ما طلع حسني عبد الرب واحمد فتحي وسيد معوض ومحمد بركات والناس دي كلها. بتطلعهم بعد كده تبيعهم بملايين، تقدر تصرف على النادي وتقدر يبقى ليك دخل، صحيح. لكن انت دلوقتي ولا بتشتري لعيبه ليها اسامي ولا بتطور قطاع الناشئين. فبصراحه الاسماعيلي حاله يرثى لها بصراحه. شايف ان الاسماعيلي هيكون مصيره هو مصير الموسم اللي فات، اللي كان الاسماعيلي ماشي بشكل وحش جدا والناس كلها بتتكلم وجماهير اسماعيليه زعلانه من النادي الاسماعيلي، ممكن يرجع مره ثانيه ويرجع مره ثانيه في الشكل، ولا محتاج تدعيم في صفقات كتير في يناير، محتاج لعيبه كتيره في يناير؟ الاسباب مش موجوده عشان يرجع، يعني الاسباب لازم يبقى فيه اسباب، صح. هترجع ليه؟ ايه السبب انها ترجع؟ تعمل صفقات في يناير وتصرف، وده ما اعتقدش ان هو يحصل، لان ده الواضح يعني اللي ما فيش صرف في النادي الاسماعيلي. يا اما هتمشي بقى كده، تكسب ماتش تخسر ماتش، تكسب ماتش تخسر ماتش، تبقى في الثامن التاسع العاشر. وده الطبيعي، يا خلي بالك ده الطبيعي، ده مش مفاجاه، هي ده الطبيعي في وضع النادي الاسماعيلي دلوقتي. يا اما صفقات تقيله في شهر واحد، اثنين ثلاث لعيبه يقدروا يفوقوك، يا اما هتفضل ماشي بالمنظر ده. وانا اعتقد ان المدير الفني لازم يكمل. كابتن ادم، مفيش فيرود في الاسماعيلي، مفيش حاجه خالص، يعني ما عندوش حد يعتمد عليه، او ما عندوش اسم تحس ان انت بتلعب فرقه عندها اسم. يعني الاسماعيلي في الاول كان حتى عندهم لعيبه، عندهم، بقول لك لما تنزل تلعب قدام الاسماعيلي كنت بتقلق من الاسماء اللي قدامك. دلوقتي عادي، دلوقتي خلاص الموضوع بقيت زيك زي ما اقول لك. ليه اللي عمل ده كده؟ لان انت ما فيش حاجه يعني ما فيش اسامي، ما فيش حاجه تقدمها في الملعب. يعني انا اتفرجت على الاسماعيلي كتير، ما فيش كوره خالص، ما فيش حاجه، حتى ما فيش طريقه لعب، ما فيش سيستم، ما فيش اي حاجه. فالطبيعي ان انت منظورك في الملعب كده، في الملعب بعيد عن المنافسه تماما الاسماعيلي الموسم ده. طبعا تماما، طبعا هي امكانيات يا يحيى، هي امكانيات، معاك امكانيات هتنافس. دلوقتي اللي بيصرف بيبقى موجود، ما بيصرفش مش هتلاقيه، خلاص الموضوع انتهى. يعني رغم ان اعتقد خزينه النادي الاسماعيلي فيها فلوس، بيع عواد، بيع محمود متولي، اكتر من لاعب، يعني اعتقد ان هم عندهم فلوس. يعني هو يعني في معوضتش بحاجه كويسه، معوضتش بقى حاجه، وفي بيع كمان، انت كمان لسه بتسوق، احتمال يكون بيع محتمل لباهر محمدي. فانت عندك في فلوس، يعني مش هنقول ان في عجز مادي داخل النادي الاسماعيلي وده بسبب فالجماهير تستحمل، لا، اعتقد ان في فلوس داخل. انا بقول لك دي علامه استفهام من مجلس الاداره، مجلس الاداره هو اللي جاوب على الموضوع ده، مش احنا ولا الجمهور، هو مجلس الاداره هو اللي جاوب على الموضوع ده. مباراه ثانيه، والاهلي والاتحاد السكندري، والاهلي بيوصل انتصاراته، فوز ثامن واربع اهداف وصحوه للنادي الاهلي. شفت المباراه امبارح ازاي؟ وشفت الاتحاد السكندري لعب المباراه ازاي؟ وهل اتظلم تحكيميا ولا لا؟
بص الاتحاد انا يعني تابعت الاتحاد ماتشين ثلاثه من احسن الفرق بتلعب في الدوري. صحيح. وده 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 حاجه جديده على كابتن طلعت. يعني كابتن طلعت انا لعبت معاه وكل الفرق اللي كان بيمرنها كان على طول يقفل الملعب قدام الفرق ويلعب على المرتدات يقدر يخطف جون يطلع بتعادل يلم بنقط من الاخر. لكن دلوقتي الفتره او السنه دي بالذات لا الاتحاد مختلف كرة. تمام بيقدم كوره وبيبدا الكوره من تحت وبيضغط وبيشتغل بيجيب فرص وبيخلق فرص وبيجيب جوان. فاعتقد الاتحاد ماشي كويس جدا جدا جدا. النتيجه ما تعبرش عن سر اللقاء. يعني الشوط الاولاني الاتحاد كان متفوق تفوق كبير جدا عن النادي الاهلي واتظلم في موضوع ده الفرق عن النادي الاسماعيلي. نادي الاتحاد السكندري لا في بيدعم في مجلس اداره استاذ محمد مصلح بيدعم الفريق بيصرف بيجيب لعيبه. اعتقد ده فرق بشكل كبير جدا في استقرار كمان مدي الثقه والاستقرار. الراجل نفسه حتى كابتن طلعت لما بيخسر ماتشات ما بيطلعش يقول مثلا او يتكلم حتى او يفتح بقه على موضوع ان كابتن طلعت يمشي او ما يمشيش او الكلام ده. في استقرار والدنيا تمام وماشيه كويس. فده طبيعي ده نتيجه الاستقرار. الراجل المدير الفني موجود بجهازه مفيش حد بيتدخل في شغله بيختار اللعيبه هو اللي يجيبها. صحيح. بيشتغل فتره اعداد من اول الموسم فطبيعي وهو معاهم السنه اللي فاتت كمان فطبيعي ان الاستقرار يعمل حاجه زي دي. بس اللي بتكلم فيه كمان تطور كابتن طلعت نفسه. يعني رغم سنه الكبير ان هو قدر يغير فكره ويبدا يلعب كوره ويشتغل بكوره ويعمل حاجه مثلا بقى له 20 سنه في الدوري المصري ما عملهاش قبل كده. فدي حاجه تحسب له طبعا. سير مباراه الاهلي والاتحاد امبارح ظلم الاتحاد. يعني ناس طلعت اتكلمت وقالت ان الهدف اتحاد سكندري جول وجول قفشه اوف سايد كلام كتير جدا. شايف ان ده ممكن مجريات المباراه ظلمت الاتحاد سكندري؟ طبعا بتفرق ده اكيد بتفرق بغض النظر ان النادي الاهلي الشوط الثاني كان متفوق. صحيح. ومكتسح وكل حاجه ولكن البدايه بتفرق. انت لو الاتحاد كان قدر يهمد الفرقه بالظبط لو كمان قدر يجيب جون في الشوط الاولاني بالضغط اللي هو كان عامله في على النادي الاهلي والفرص اللي جات له كتير جدا. لو كان قدر كان الموضوع اختلف تماما. انت الجون لما مثلا الاتحاد لو جاب جون هتلاقي النادي الاهلي بدا يتوتر بدا يخش اللي هو عاوز لسه يتعادل وبعد كده عاوز يخش يكسب. فالموضوع طبعا لا سر المباراه بيفرق كتير جدا. ايه السبب التحول من وجهه نظرك ما بين الشوط الاول للنادي الاهلي والشوط الاول للشوط الثاني للنادي الاهلي؟ تحول كبير جدا. النادي الاهلي في الشوط الاولاني ما كانش بيضغط وكان فاتح الملعب بيبدا الهجمه وكان بيخسر الكوره وبيبدا الهجمه. فعلى الطبيعي الباكات بتاعت النادي الاهلي بتبقى على طول طايره لقدام فما الكوره بتقطع في وسط الملعب تلاقي المساحات لاحمد رفعت تلاقي كتير جدا. صحيح. جدا جدا راح على على الاطراف. وبرده عدم بدايه خالد قمر في المباراه برده ادى للاتحاد غريبه جدا لا افضليه. ليه؟ ما هقول لك ليه. ما تيجي تلعب النادي الاهلي انت مش عاوز لعيب متمركز في مكانه. انت عاوز تلعب بين الخطوط اللي هي بوسط الملعب وسط الملعب والمدافعين. فخالد بوكس طبعا مش هتستنى اللي هو لسه تخش البوكس وبتاع. ممكن ما تخلقش فرص لغايه لما تروح للبوكس. لكن اللعب على الاطراف واللعب في المساحات اللي هي بين الخطوط هي دي احسن حاجه اللي ممكن يشتغل بيها. وخالد مش بتاع الحاجات دي. فده اللي كان فارق الشوط الاولاني ان الاتحاد كان بيقطع وبيلعب على الاطراف والنادي الاهلي كان بيستحوذ ما كانش بيضغط حتى بعد ما الكره تقطع منه. لكن الشوط الثاني لما بدا الاهلي يقرب خطوطه ما بقاش في مساحات بين الخطوط وبدا يلاقي المساحات ويضغط اول ما الكره تقطع منه. هو ده اللي عمل فرق كبير طبعا للاهلي. قفشه في حته 10 احسن ولا شايفه لما كان بيلعب بجانب الثلاثي احسن؟ هي حسب طريقه اللعب وحسب انت عاوز من الماتش. يعني انت 10 ده هيلعبها مع الفرق الثقيله. لكن ديفندر ممكن اللي هو ينزل يعني بيوفر لعيب لقدام في المنطقه اللي قدام عشان يغير طريقه اللعب عشان يبدا يستحوذ اكتر في المنطقه اللي قدام ولا الرباعي اللي قدام هو اللي ممكن يغير هو تغيير المراكز بينهم من بعض. لكن هو ماشي كويس بصراحه في الاثنين. شايف فايلر خلاص اثبت نفسه مع النادي الاهلي بعد مكسب تامن في الدوري ماشي كويس في دوري ابطال افريقيا عنده ماتش يوم السبت في دوري ابطال افريقيا. شايف خلاص ثبت نفسه ولا لسه شويه؟ بص هو بنسبه 60-70% يعني الراجل بصراحه عامل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي والطريقه واحده. صحيح. طبيعي خلي بالك هتلاقي في اخطاء وهتلاقي في ديفوهات وهتلاقي وهتلاقي ان انت برضو ما بداتش معاهم فتره اعداد. صحيح. ما اشتغلتش معاهم كتير الكلام ده كله. فاللي هو يغير فكر لعيب في الوقت ده يبقى تعرف ان هو عنده حاجه وبيشتغل على حاجه. طبعا. واللي بيشتغل على حاجه هنا في مصر بتبان اللي. صح. بيشتغل للاسف يعني اللي بيشتغل. لكن اللي ما بيشتغلش او هي الدنيا ماشيه كده والكلام ده كله مش هتلاقي اي حاجه باينه في الملعب. لكن الراجل بيشتغل على حاجه مؤمن بيها واللعيبه مساعداه. اللعيبه عاوزه تحس ان في رياكشن للعيبه. صح. يعني عاوزين ينفذوا الكلام اللي الراجل بيقوله فهو ده اللي منجحه طبعا. غير بقى غير طبعا الموضوع النادي الاهلي الموضوع مستقره ومفيش الدنيا اداريا وفنيا وماديا وكل الدنيا دي تمام. تغييراته مؤثره للنادي الاهلي يعني بنشوف كل ما بيعمل تغيير بينزل وليد سليمان بيسجل نزل وليد ازارو امبارح بيسجل اهداف. عنده رؤيه بيقرا الماتش كويس. بيقرا الماتش كويس يعني بيشوف المناطق اللي ممكن فيها مشاكل او ديفوهات للفرقه الثانيه بيبدا يعمل التغيير عليها. ودي حاجه مهمه جدا. انت مش كوتشنج بس اللي انت تعمل تشكيل او تمرن بس في الملعب. الكوتشنج بتقرا كمان الماتش. صحيح. وده مهم جدا. شايف المدرسه السويسريه ناجحه في مصر؟ الاثنين اللي جم نجحوا طبعا. جروس نجح وخد الكونفدراليه مع الزمالك وخد الكاس.
والناحيه الثانيه الراجل اللي هو ماشي كويس لاخر الموسم لو مشي بالطريقه دي طبعا ياخد الدوري بكل سهوله. يعني في النهايه هو النادي الاهلي اعتقد حتى رغم الغيابات كمان يمكن رمضان صبحي اكثر من لاعب كان عنده غيابات كتير ولكن تحسب لرينيه فايلر ان هو مجهز كل اللعيبه خلي كل اللعيبه هو عن طريقه لعب جماعيه طريقه لعب جماعيه مش فرديه ما بيعتمدش على لعيب معين صحيح. لو ده اتشالت وده اتحط هتلاقي نفس طريقه اللعب موجوده يعني رمضان مش موجود امبارح انت بتكسب اربعه بغض النظر ان في جون تعرفش وصلت او الكلام ده كله بس في شغل في الملعب في حاجه باينه الناس كلها بتهدف الناس بتروح للجون طريقه لعب معينه او محفوظه فده اتشال هتلاقي ده الشغل الجماعي لكن الشغل الفردي اللي انت تشيل مثلا رمضان هو الوحيد رقم واحد مثلا عندك تشيله وتلاقي الدنيا وقعت تماما فلا هو بيشتغل شغل جماعي. عايز اروح لنادي الزمالك ويمكن نادي الزمالك في الفتره الاخيره تذبذب في النتائج شكل مش مرضي لجماهير نادي الزمالك مباراه النهارده صعبه جدا امام الانتاج الحربي كابتن مختار من نوعيه المدربين اللي يعني ممكن يغلس النهارده على نادي الزمالك شايف المباراه النهارده زي ما كده اتكلم فنيات. لا بص الماتش طبعا صعب جدا ودي يعتبر اخر فرصه لنادي الزمالك ان هو ممكن يرجع يبقى في منافسه للدوري تاني يعني لو حاجه حصلت النهارده لا قدر الله خلاص الزمالك اعتقد اللي هو بنسبه 90 95% بره المنافسه للدوري لان عندك لسه ماتشات صعبه وعندك ماتش الاهلي وعندك بيراميدز تاني وعندك 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 ماتشات كتيره فاعتقد ان الماتش النهارده ما يحتملش التعادل او الهزيمه لازم تكسب وتكسب باداء كويس يعرف الناس ان انت لسه هترجع راجع تاني الشغل الفني لا الانتاج طبعا فرقه كويسه الانتاج فرقه كويسه وفرقه رخمه وهتلاقي النهارده كابتن مختار يا اما يلعب ضغط عالي ممكن ربع ساعه ويشوف الدنيا ورا ايه او يا اما تلاقيه يلعب زون ويلعب على مرتدات وده الاخطر الزون هو الاخطر بالنسبه لنادي الزمالك. شايف مشكله نادي الزمالك فين؟ يعني انا كنت بتكلم اعتقد ان مشكله نادي الزمالك في اللعيبه مش في حاجه ثانيه يعني لعيبه نادي الزمالك هي نفسها اللي عندها المشكله. بص المشاكل دي بتبقى جماعيه من الاداره للعيبه للجهاز الفني لكل الناس اللي موجوده في النادي ما تقدرش تحطها اللعيبه بس ولا الاداره بس ولا 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 كل واحد ليه جزء من الخطا بس انت بقى كلعيب فين دي ترجع بقى في الاخر بعد ده كله بعد المشكله الجماعيه انت كلعيب فين فين اسمك فين صحيح. الناس اللي انت بتلعب عشان جمهورك الكلام ده كله انت بتلعب الكوره اصلا عشان تعمل اسم لنفسك وتعمل التاريخ لنفسك والكلام ده كله مش عشان ما خدتش فلوس النهارده ولا قعدت شهر ما خدتش فلوس يبقى انت تبقى تنزل الملعب بالمنظر ده ده لو هو كان هو السبب يعني الله اعلم يعني ما اعرفش هو ده السبب ولا لا ولكن في الاخر انت ليك جمهور وليك اسم لازم تحافظ عليه ولازم والناس وراك بالملايين بتنام زعلانه ومتضايقه والكلام ده كله فاعتقد اللعيبه تشيل جزء كبير ولكن هي الموضوع كله جماعي. شايف ممكن يكون في مشكله تانية غير المستحقات والكلام ده للعيبه ولا ما اعتقدش؟ والله لا ما اعتقدش يعني هو ده اللي ظهر في الاعلام الله اعلم ايه اللي جوه الكواليس ولكن اللي ظهر في الاعلام وانا يعني اللي اعرفه كمان ان في مشاكل يعني بالذات اللعيبه القديمه. محمد عواد واحد من اهم صفقات نادي الزمالك في الصيف اللي فات والناس كلها اتكلمت على محمد عواد، محمد عواد شايف مستواه ازاي؟ وهل هو محمد عواد مهزوز شويه؟ وده اللي خلاه قعد المباراه اللي فاتت وبيلعب بابو جبل والنهارده في احتماليه ان هو يبدا بابو جبل ومحمد عواد على الدكه، شايف ده ازاي ولا محمد عواد كان يستاهل او يستحق ان هو يلعب مباراه عشان يرجع له مره ثانيه الثقه وما يبعدوش تماما بعد المباراه دي؟ لا هو الفتره اللي فاتت كان ماشي بنسبه مثلا 90% كويس جدا 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 هو ماتش او اثنين اخطا فيهم وده مش معناه ان هو ما يلعبش ثاني، الاخطاء وارده في الكوره وكل مركز هو بس مشكله حراسه المرمى ان المشكله بتاعتها ان الغلطه بجون. فانت لو اي مركز تاني الدنيا بتبقى ممكن تدارى ما بقاش باين في واحد وراك مش عارف لكن حراسه المرمى بالذات مش عاوز اخطاء ما فيهاش اخطاء ولكن انا كان رايي لا ان هو غلط لكن ده وارد في الكوره ما فيش ادم يعني ما فيش لعيب كوره مش هيغلط ده طبيعي وما انت شفت بتشوف كورتوا وتشوف الناس دي كلها طبعا. بيخش فيها جوان دخيه لسه جوان فالدنيا بتبقى لا طبيعي احنا بس عشان ده في مصر بنحمل الناس فوق طاقتها فانت ممكن واحد زي ده قعد بعد كده ما تلاقوش تاني خلاص الموضوع انتهى بس اعتقد ان عواد يعني عقله كبير انت مع ان عواد هو اللي يبدا النهارده ولا ابو جابر هو اللي يبدا النهارده؟ لا ما كانش قاعد من الماتش اللي فات. كان بدا عادي الماتش اللي فات. كان بدا الماتش اللي فات عادي وخلاص والموضوع انتهى لانه هينزل عاوز يعوض. ما اعتقدش ان سياسه التدوير دي موجوده اصلا بين حراس المرمى، يعني انا ضد سياسه التدوير في حراسه المرمى. لا ما فيش تدوير ما اعتقدش في تدوير، اصل انا بقول لك انت بتسالني على سؤال اللي انت شايفه ان هو ممكن نفسيا يتهز، كان لازم يلعب الماتش اللي فات لان هو الجون بتاعك الاساسي بقى له فتره كبيره. وشالك في ماتشات وبعد كده صد ضربه جزاء الماتش اللي فات الماتش بتاع الجيش غلط فيه وخد ضربه جزاء فكنت اديته كان عاوز ينزل يعوض وعاوز يبقى عنده يعني عاوز ينزل يشتغل وعاوز يكمل وعاوز يعني يصالح الناس فالطبيعي انت كنت كملت معاه لان انت الفتره الجايه ممكن هو برده يلعب فتره ثانيه لكن المواضيع التدوير دي في الجون ما اعتقدش انها موجوده يعني عودة الجنش مره ثانيه ممكن تعمل مشاكل داخل حراسه المرمى في نادي الزمالك واحد من نجوم نادي الزمالك وكان ليه دور كبير جدا مع نادي الزمالك في الموسم اللي فات ولا يعني دلوقتي انت مش عارف بتقول مين رقم واحد ومين رقم اثنين مره عواد مره ابو جبل لما يرجع جنش مين هيكون ترتيب حراسه المرمى داخل نادي الزمالك هيكون امر صعب اعتقد
هي ملهاش ترتيب. هو الاحسن انت في منافسه. والله لو جنش راجع بقاله 6 شهور وبدا يخش ويتمرن كويس واحسن من الناس الموجوده وبيتمرن كويس وبدا ياخد ماتشات وركب خلاص الموضوع في ايدك انت، انت كلاعب الموضوع في ايدك، المنافسه في ايدك انت، تقدر تتمرن تقدر تقف كويس في الماتشات تركز فيه الكلام ده كله تبقى رقم واحد او اثنين او ثلاثه. لكن انا اعتقد ان جنش لو رجع وبدا يخش تاني في الاجواء ويلعب هيبقى رقم واحد. في مشكله في دفاعات نادي الزمالك، يعني محمود علاء، ابغاني شويه رجع شويه لورا، وينش كان مصاب لسه راجع، في مشكله في دفاعات نادي الزمالك ولا لا؟ معنى اصابات ولا معنى فنيا؟ فنيا. بص ما اقدرش تجيب، بص اي فرقه هي فرقه كامله. ما تنفعش تقول عليها دفاعيا كويسه او وحشه. بس في اخطاء دفاعيه. ده طبيعي، اخطاء فرديه ده طبيعي، لكن انا بتكلم جماعيا ما ينفعش تشيل مثلا خط الدفاع لوحده وتقول هو يعني أسوأ خط موجود. لو وسط الملعب قوي في نادي الزمالك هتلاقي الكور بتروح مفرفره للدفاع او الديفنس، صحيح تلاقي الكوره رايحه ميته. لكن انت لو وسط الملعب مفيش دفاعيه مش كويس هتلاقي كل الكوره بتروح على الديفنس، فبتبدا الاخطاء تبان وبتبدا ومع كبر المساحات. يعني انت عشان تلعب اي فرقه في العالم عشان تلعب معاها وما تبانش الاخطاء بتاعتها لازم تلعب في 40 متر. طول ما دي بتبقى كده الموضوع، يعني طول ما الديفنس بعيد عن وسط الملعب هتلاقي الديفنس بقى مباح لاي حد. لو اشتغلت انت بين الخطوط وواحد استلم وراح على الديفنس بوشه لاي ديفنس في العالم. بص مانشستر سيتي اي فرقه بيخسر منها هتلاقي اخطاء الدفاعيه بتبان، اوتامندي مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن هم قوتهم في الحته دي. اول لما دي تفتح تلاقي الاخطاء الفرديه تبدا تبان. فانا كتيم لازم على طول الخطوط متقاربه عشان تقدر تضغط في 10 متر 15 متر. لكن طول ما المساحات واسعه اي ديفنس كل واحد ليه دفوهات، ده طبيعي. انت تكشف دفوهات الفرقه اللي قدامك هو ده النجاح بالنسبه لك، لكن تقلل الدفوهات بتاعتك ده برضه نجاح للفرقه بتاعتك. طبعا. مين افضل ثنائي دفاعي لنادي الزمالك؟ محمود علاء وعبد الغني، محمود علاء والوينش، مين احسن؟ انا شايف عبد الغني ومحمود علاء. شايف غياب عبد الله جمعه مؤثر مع نادي الزمالك ولا عبد الشافي مقدم اللي مكانه؟ عبد الشافي مقدم، بس برضه عبد الشافي لازم تبص للسن طبعا. يعني كل ثلاث ماتشات كل ثلاث ايام ماتش، فانت برضه السن والاستشفاء والكلام ده كله مش سهل. الطبيعي انت يعني انا كنت قبل كده اتكلمت عبد الشافي ماتش وماتش ماتش وماتش عشان ما يبقاش جسديا مش هيبقى واقف على رجله في كل ثلاث ايام تلعب ماتش و90 دقيقه وفي ضغط وفي والنتائج مش كويسه طبعا. والدنيا وبتاع والكلام ده كله. فانا كان طبعا عشان عبد الله مصاب، لكن عبد الشافي لا يعني ما بيقايم بالدور بتاعه بيأدي كويس جدا جدا جدا. ولكن انا بدور على حته الموضوع السن ان هو جسمه مش هيشيله كتير. يعني جيلك في واحد من اهم لعيبه نادي الزمالك هو فرجاني ساسي، ويمكن فرجاني مش هو، عنده بقى مشكله، عنده مشكله ماليه، عنده مشكله نفسيه، ايا كان الا عند فرجاني ساسي، ولكن بيأدي اداء مش هو ده. ايه مش شايف من وجهه نظرك ايه مشكلته؟ هل يقعد على دكه البدلاء ويلعب بحد تاني، يستعين بمحمد حسن، يستعين باي حد تاني، ولا وجوده مهم برضه في الملعب؟ لا وجوده طبعا مهم، لان مفيش حد بيعمل الدور ده غيره. يعني هو من اهم الاسباب اللي نادي الزمالك بيبقى كويس او وحش هو فرجاني ساسي، بالذات لما يكون مع الكوره. اما الطريقه الهجوميه بتاعتنا بتعتمد على فرجاني ساسي. فانت لو قعدت فرجاني ساسي حتى لو بنسبه 50% هو كويس او وحش، انت ولعبت اي حد مكانه ما حدش عنده القدره ان هو يقدر يصنع اللعب زي فرجاني ساسي. فانت الطبيعي ان انت تحل المشاكل او تشوف ايه الوضع، تقعد معاه حتى فردي ايه المشاكل اللي عندك، لو مشاكل ماديه تحلها له، لو مشاكل نفسيه اي كلام ده الكلام ده كله. لان انت لما تيجي تبص اللعيبه المحترفه دي في العالم كلها بيبقى ناس معاهم مخصوص معاهم، كل مثلا ثلاثه محترفين اربعه محترفين كل واحد معاه واحد صحيح. يشوف مشاكله ويشوف شقته ويشوف مش عارف ايه 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 الحاجه النفسيه في النادي الكلام ده كله، لان ده واحد من اهم اللعيبه الموجوده في نادي الزمالك. لو صحيح. وقع الريتم، لو ده وقع الريتم كله بتاع نادي الزمالك بيقع، ده باين. فلازم تقعد تتكلم معاه فردي. ايه مشكله؟ مفيش حد كبير عن الكوره. شايف ان لعيبه نادي الزمالك محتاجه حد يتكلم معاهم نفسيا؟ طبعا. طبعا نفسي يتكلم معاهم. ايه نشوف ايه الوضع، ايه المشكله؟ اصل انت معلش مع احترامي انت بتلعب نادي الزمالك نادي كبير، صحيح كل الامكانيات متاحه، اماكن التدريب، استشفاء، يعني فلوس، شهره، يعني قصدي ما عندكش حاجه اللي انت مثلا تبقى عندك مشكله. لو مشكله ماديه خلاص، طب الراجل طلع الفتره اللي فاتت فلوس والكلام ده كله. خلي بالك يعني المستشار مرتضى ذكي، هو طلع على الهواء وقال انا هدي كذا كذا كذا، هو خلاص بيصدر المشكله لمين؟ للعيبه. احنا صحيح. انت كنادي خلاص انا عملت اللي عليا ودفعت الفلوس، عملت اللي عليا وزياده، وريني بقى في الملعب. ده الطبيعي يعني. هو وانا مع يعني طبعا مع يعني مع احترامي المستشار مرتضى، انا كرئيس نادي الطبيعي في اوروبا بيحصل كله في العالم، انا بعمل كل حاجه، بجيب مدير فني، بدفع فلوس، بعمل صفقات، بعمل 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 وارمي اللعيبه، خلاص الموضوع انتهى. وانا خلاص سكت بقى، انا كده الموضوع انتهى، انا عملت كل اللي عليا. ارمي لمين؟ للناس بقى، اللعيبه او المدير الفني، وانا عملت لك كل حاجه. ده الصح.
يعني موضوع الاعلام والكلام ده كله، لو هو وقف على موضوع الاعلام ده يبقى انت عملت كل حاجه لنادي الزمالك من وجهه نظري. لكن هو المشكله الكلام والكلام على اللعيبه والكلام ده كله، هو ده اللي بيبوظ كل اللي بيعمله. لكن هو بيعمل حاجه كويسه جدا، بيدفع فلوس، بيجيب صفقات احسن صفقات، بيجيب مدير فنيين كويسين. بس خلاص اصدر بقى الموضوع، بص على ريال مدريد، بص على الناس دي كلها، جاب زيدان وصدر وجاب اللعيبه اللي هو كان عاوزها، جاب هازارد وجاب الناس، خلاص وصدر الراجل. ما بيتش خلاص، الموضوع انتهى، هو ده الصح. أوباما بن شرقي ونجم، لعيبه كتيره جدا في الربع اللي قدام في نادي الزمالك، وعلامات استفهام على بعض اللعيبه، يمكن عمر السعيد مش موجود، او حتى لما بينزل ما بيبقاش موجود. اوباما مش هو برضو نفس المستوى بتاع يوسف اوباما. مشكله الزمالك هجومين فين، مع انهم عندهم سترايكر صريح من يعتبر محطوط عليه امال وطموح كبيره جدا لمصر، هو مصطفى محمد. بص، اكبر مشكله موجوده في نادي الزمالك هي المنطقه دي. عد كام لعيب في المنطقه دي؟ كتير قوي. وانت مش محتاج لده كله، انت محتاج 4-5 لعيبه كتير جدا. ده من اكبر مشاكل موجوده في نادي الزمالك، لانك انت مطالب، دول كلهم نجوم صحيح، فكل واحد عاوز يلعب. هتلعب الماتش ده النهارده، وما انت مش موجود الماتش بتاع النهارده، هتلعب الماتش اللي بعديه. فتغيير المركز نفسه كتير في الملعب، والمركز دي بالذات. انت لما تيجي تبص النادي الاهلي، مين اللي بيلعب؟ حسين الشحات، رمضان صبحي، اجاييه، افشه، احمد الشيخ، وليد سليمان. صحيح صح. لو بتغير كام واحد فيهم؟ واحد بس، والموضوع انتهى. هتلاقي واحد قاعد بره، هينزل، هيبقى احتياطي، هينزل. ممكن تلاقيه بادئ الماتش اللي بعديه، واللي كان بيلعب قاعد احتياطي في واحد او اثنين. لكن في 9 موجودين في المركز ده، او 8 موجودين في المركز ده، وكلهم احسن من بعض ونجوم واسامي. فطبيعي لو ما لعبتش ده هتبقى مطالب تلعبه الماتش اللي ايه؟ تغير 3 او تغير 2 منهم، وده اصلا اكبر غلط موجود جداً. فني في الملعب. انت عاوز تثبت جروس اللي كان ماشيه كويس ايه مع نادي الزمالك، كان مثبت. معاني ناس كانت بتنتقد احمد برضه، يعني رغم التثبيت والتشكيل. لا، في اوقات كان لازم تريح فيها، يعني ماتشات الكاس كان لازم تريح اللعيبه كلها. اللي بتلعب كان كله لازم يستريح زي اوروبا. لكن انت ما تيجي تبص لاي فرقه في العالم، هتلاقيهم بيشتغلوا على 14 لعيب 15 لعيب. بقى في طريقه استشفاء كويسه، في جو كويس، في اكل كويس. بس هي نفس اللعيبه اللي كانت موجوده مع جروس هي اللي موجوده دلوقتي. يعني بعض اللعيبه زادوا، وبعض اللعيبه يعني جروس على قد ايه؟ مش كتير. جروس على قد ايه؟ يعني موسم يعتبر سنه. فاشتغل فتره اعداد صحيح، واشتغل في الملعب، واللعيبه حفظت خلاص طريقه اللعب بتاعته، وخلق الفرص والحركات والتحرك بتاعهم والكلام ده كله، وكمل على كده. وهو اللي شايف ان اللعيبه دي هي اكتر لعيبه هتديله في الملعب. واللعيبه كانت ماشيه معاه كويس، خلاص الموضوع انتهى. لكن انا ما ينفعش مثلا، انا النهارده دلوقتي في نادي الزمالك، هات لي تشكيل كامل لعب ماتشين 3 او 4، مستحيل، مفيش. فانت، انا بقول لك اهو، واحد زي مصطفى محمد، اما واحد تحتيه زي مثلا اوناجم يلعب، هيعرف ان هو يعدي واحد ضد واحد، مش هيبصيله. واحد تاني زي زيزو ممكن يبصيله. فانت تفكير اللعيب نفسه على اللعيبه اللي موجوده تحت الفراوده، هيلعب لي امتى، هيلعب لي ازاي، لازم احفظه. فانت كل تغيير الناس كتير جدا في المنطقه دي بالذات، دي اكتر منطقه المفروض ما تغيرش فيها لعيبه. لازم تبقى اللعيبه ثابته، لانها عارفه كويس المفروض تتحرك فين، وتشتغل ازاي، وتعدي ازاي، وتعمل سرعات ازاي، وتتحرك ازاي، وتفضي مساحات ازاي. والفيرود بيبقى عارف طريقه لعبهم، عارف طريقه لعب كل واحد. لكن انت كل ماتش بتغير 2-3 في المنطقه دي، اخطر منطقه موجوده هي المنطقه دي. فما ينفعش، لازم تثبت تشكيل من دلوقتي لخمس ست ماتشات قدام، الا لو حصل اصابه. لكن كل ماتش تغير فيه 2-3 في المنطقه دي، الموضوع طبعا هيبقى صعب. مين الثلاثه اللي تثبتهم قدام؟ يعني انت عندك لعيبه كتير، زيزو ونجم بن شرقي وبامبو واوباما واكتر، يعني وامام عاشور، ولاعيبه كتير جدا. مين الثلاثه الانسب؟ انا شايف زيزو، اوباما، بن شرقي. زيزو، اوباما، بن شرقي، وقدام مع مصطفى محمد بامبو. مع مصطفى محمد بامبو كريم. بامبو لعيب كويس جدا، بس هو بعيد. يعني حتى في المباراه اللي فاتت بتاعت سموحه، الكره اللي تضيع دي ما تضيعش. هو وعنده حميه، لعيب كره كويس جدا، عنده حميه، ده حقيقة. يعني بينزل بيفرق صحيح. يعني مع احترامي الماتش اللي فات مثلا، تغيير مصطفى فتحي، مصطفى لسه مش جاهز. انا كده بخلص عليه تماماً. انا بخلص عليه صحيح. لما احطه اول تغيير ليا وهو مش جاهز، يبقى انا بخلص عليه. لا، انزل بامبو اللي هو الماتش اللي الجيش نزل وجاب جون وعمل خطوره، وعاوز تحس لما ينزل نازل عاوز يلعب، عاوز يجري، عاوز يروح، وعاوز عاوز يحرك المساحات، وعاوز يضغط، وعاوز وعنده الحميه. انا استغل الوضع ده لمصلحتي، احط انا اول تغيير صح. لو كان ده بيلعب ماتش 2-3 كان دلوقتي زمانه هيطلع 4-5 تجوان بالطريقه اللي هو بيلعب بيها دي. لكن انت اصلا مش حاطه في حساباتك، ما اعرفش ليه برضه، ايه السبب انا ما اعرفش. فانت بتغير مصطفى عشان تخلص عليه، مش عشان تحطه. بالعكس، انت مصطفى فتحي ده المفروض تنزله. انت بقاله كام سنه مصطفى فتحي ما بيلعبش؟ بقاله كتير قوي. حلو، انزله في ماتشات مكسب صح، مش ماتشات اللي انا 15 دقايق كده يجيب نفسه واحده واحده بالظبط. يعني مثلا كسبان 2 ولا حاجه، انزله ربع ساعه يشتغل صح. يجيب نفسه في نص ساعه بعد كده في المكسب. لكن ما نزلوش وانا متعادل او انا خسران، هي الراجل هتحط عليه ضغط
ولود وهو اصلا مش جاهز. صحيح. فانت كده بدل ما بترجعه بتخلص عليه. الناحيه الثانيه بامبو عاوز يلعب، لازم تديله كتير كمان، لان هو الراجل عنده حميه وعاوز يلعب وعنده خطوره على طول. انت الراجل نزل في 5 دقائق راح 3 مرات الجول. فانت لازم انت كمدير فني وجهاز فني تقرا الوضع ده. تقرا الدنيا دي في الماتشات عامله ازاي، لازم انزل مين الاول، انزل مين الثاني الثالث. ومع احترامي في مدربين بيبقوا عاملين التغييرات قبل الماتش ما يبدا طبعا، وده ده مصيبه. ده يعني انت اوريدي انت اللي تشوف في الملعب، انت ممكن النهارده مثلا عاوز تغير فيرود والفيرود ماشي كويس جدا، غيره ليه مثلا؟ بس ففي حاجات. لا وحاجه تانية برضو انا مستغربها في نادي الزمالك، انا يعني مش شايف ان في محلل اداء. ودي مصيبه في حد ذاتها برضو. دي لو مش موجوده دي مصيبه. صح. يعني بص النادي الاهلي لما تيجي تبص التغييرات اللي هو بيعملها في تحت الفراوده او الباك رايت او بيعملها على اساس ان هو درس الفرقه اللي قدامه. وايه اللي يعني مثلا وليد سليمان هيلعب النهارده ليه؟ عشان شايف ان حته معينه في مثلا فرقه اللي قدامه عاوزه وليد سليمان، عاوزه الامكانيه بتاعت وليد سليمان، عاوزه المرات الثانيه حسين الشحات، عاوزه سرعه، عاوزه قوه. بيلعب كل مباراه على حسب المباراه، تدرس اللي قدامك وتشوف نقط الضعف والقوه. لكن انت بتنزل عمياني بتتفرج عليهم في الدوري وتشوف. لا ما هو الفرجه حاجه، واحد قاعد يحلل لك الاداء ويشوف لك نقاط القوه بتاعتهم فين والضعف فين وتهاجم ازاي وتدافع ازاي والكلام ده كله. لا طبعا حاجه مهمه. يعني تغييره امبارح احمد الشيخ وقفشه ونزول وليد ازارو وليد سليمان، يعني تغييره ما اعتقدش ان هو كاتبها ولا في حساباته. لا طبعا هو بيشوف يعني اللي قدامه. صح. بيقرا الماتش. هو شاف الاتحاد فيه مساحات ورا ومين السريع والقوي ورخم وليد. هو وليد ازارو. صح. فانزل اشتغل معاه وبتاع والكلام ده كله. وعاوز اعمل كثافه في وسط الملعب، انزل وليد سليمان عشان يعرف يمسك لي الكوره والكلام. لا في دراسه، بحس ان هو دارس الوضع. حتى حسام عاشور اداله برده شويه، يعني كسبان 4-0 بقى. ما ده ذكاء اداله برده. راجل كابتن فرقه وما بيلعبش ولا فتره، وكسبان زي ما اقول لك كده مصطفى فتحي كسبان 4-0. صح. مش هنزل حسام عاشور، هنزله امتى؟ راجل ينزل بقى ويخلي شكله حلو. في فرق اما تخلي اللعيب بتاعك شكله حلو وفرق اللي انت نازل تخلص عليه. كارتيرون مع الزمالك والشكل من مباراه سموحه ممكن تقدر تحكم عليه الى حد ما ولا ده شغل ميتشو او الشغل ده شغل اللي ميتشو اللي شغال لسه لحد دلوقتي. دلوقتي هو طريقه اللعب هي الاستحواذ والشغل، بس هو طبعا الريتم طبعا بطيء جدا جدا جدا. يعني المشكله برضه النادي الاهلي امبارح كان رتم الشوط الاولاني كان بطيء جدا جدا، وفي طريقه الاستحواذ طول ما الريتم بطيء طول ما انك ما بتعملش حاجه خالص. لان الفرقه اللي قدامك انت كل شغلك بتشتغل على الترحيل. الفرقه اللي قدامك لو شغلت الكره بسرعه الترحيل بتاعهم هيبقى بطيء، تقدر تفتح مساحات. لكن طول ما الكره بتتنقل والترحيل بطيء انت ما بتعملش اي حاجه. فالنادي الزمالك هو ده، دي مشكله نادي الزمالك، الريتم بتاعهم بطيء. واللي انت دي مشكله مدرب ولا مشكله لعيبه برضه؟ ده شغل تدريب. تدريب مع تنفيذ في الملعب. ما هو بقول لك الاهلي اللي فارق معاه ايه؟ الراجل بيشتغل شغل حلو كويس واللعيبه عاوزه تشتغل نفس الشغل. صح. لكن انت هناك انت لعيبه الزمالك كلها كواليتي عالي، توب كواليتي. فانت عاوز الكره معاك على طول، فانت عاوز الكره معاك على طول. دي مش معناها انت تقعد تباصي بس، تعمل باص زي وادي دجله. وادي دجله بتعمل 3000 باص ملوش اي لازمه، ملوش اي ملوش اي لازمه. صح. ما هو كل طريقه مؤثر. كل طريقه ليها عيوبها وميزاتها. الدجله ما بيلعبش الطريقه الصح بتاعت الاستحواذ. الوحيد اللي بيلعبها في الدوري المصري صح هو النادي الاهلي. صحيح. والمصري على فترات. في حاله النهارده اي نتيجه سلبيه لنادي الزمالك، تعادل، خساره، اي حاجه هياثر على مشروع نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا. عنده مباراه مهمه امام زاسكو، الثقه بتروح. قله المكسب دي ثقه بتقلل الثقه. بالظبط، بتقلل الثقه. لكن انت بص مثلا على ليفربول تلاقيه اسوء حالاته بيكسب عشان عنده خلاص ثقافه المكسب. صح. والثقه نفسها بتاعت المكسب، عارف ان هو هيكسب في اي وقت. انت الزمالك بتخسر، ثقافه المكسب دي بتيجي منين؟ يعني من المكسب الكتير. مكسب الكتير. الثقافه دي اللي انت موجوده في النادي نفسه. يعني النادي نفسه النادي بتاع مكسب زي الاهلي الزمالك مفروض الاسماعيلي الانديه الكبيره دي ثقافه مكسب عندهم على طول. هو عاوز ياخد بطولات، عاوز يكسب. لكن انت كمدرب بقى ولعيبه لازم تشتغل على الحته دي على طول. ثقافه المكسب بتكسب اكسب 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 حتى وانت سيء. لازم تكسب. طول ما انت بتكسب طول ما انت الثقه بتاعتك بتيجي 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 بتيجي. بتنزل الملعب الفرقه اللي قدامك مثلا خسرانه مثلا 50%. ولكن اللي انت هتلعب يعني ماتش سموحه الزمالك قدم ماتش كويس جدا، ولكن ما عندوش ايه؟ عارف مش لازم اكسب، ما عندوش الحته دي، ما عندوش الحته لازم اكسب. لا هو بيلعب كرة حلوه وبتضيع فرص وبتاع، مش عاوز من جواك اللي انت هكسب يعني هكسب. هي دي الحته اللي كانت ناقصه الزمالك في ماتش سموحه. مين نادي الزمالك محتاجه ومين ممكن يكون بديل فرجاني ساسي من الدوري المصري؟ يعني اللعيب موجود، لعيب كوره ممكن يحل مكان فرجاني ساسي في حال رحيله عن نادي الزمالك في اي وقت. عبد الله السعيد، مفيش غيره. مفيش حد في مصر بيقدر يقوم بالدور ده غير عبد الله السعيد. ولازم ديفندر طبعا. مع طارق.
لان طارق وارد اللي هو يتصاب يحصل له اي حاجه. مفيش حد تقيل ان هو يلعب في المكان ده. ما ينفعش يجيب حازم ولا يجيب زيزو ولا محمد حسن. مش 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 دور طارق. الوحيد اللي ممكن يعمل دور طارق هو بتاع بيراميدز اسمه ايه؟ بتاع بيراميدز في وسط الملعب دونجا. ده الوحيد اللي ممكن يقدر يعمل شغل طارق حامد. بس هي المشكله انت هتجيبه يلعب اساسي ولا تجيبه يلعب. ما هي دي المشكله بقى. ما تجيب لعيب كبير يعني لعيب كويس هتلعبه ولا هتلعبه ولا تقعده؟ هو ده الموضوع. فلازم تجيب حد يكون متوسط اللي هو يجي يقبل يقعد وفي نفس الوقت يكون كويس. وده مش موجود في الدوري المصري. مين مش محتاجه نادي الزمالك من وجهه نظرك؟ مين اللعيب اللي مش محتاجه خلاص او شايف ان هو ما بيفيدش نادي الزمالك بقى حاجه؟ خالد بوطيب اعتقد خلاص. عمر السعيد بقى له فتره مش مش ما مش ماشي كويس. لازم يراجع نفسه عمر السعيد. اعتقد هم دول يعني. ممكن مصطفى لازم يرجع شويه. مصطفى فتحي لازم يرجع شويه له فتره كبيره. لازم يرجع شويه يعني. رايي يطلعوا اعاره. ده رايي الشخصي. 6 شهور حتى يلعب يروح يلعب وبتاع ويرجع يلعب بشكل اساسي بشكل اساسي لانه عمره ما هيرجع كده بالمنظر ده. عاوز يلعب باستمرار. ما اعتقدش يلعب اساسي دلوقتي في نادي الزمالك. عمره ما هيلعب. انا بقول لك عمره ما هيلعب. عاوز وقت. هيبقى مثلا هتلاقيه رقم 6 ولا 7. فروح احسن لك العب 6 شهور في نادي كويس يحط تحط رجلك في الملعب وتلعب وبعد كده ترجع تاني وهكذا. انا شايف اوناجم لغايه دلوقتي مش ما اقنعنيش يعني. يعني في لازم تفضي الحته دي. هي دي مشكله كبيره. لازم تفضيها باي طريقه ممكنه. كتيره قوي كتيره لعيبه كتير قوي زياده عن اللزوم. يعني انت مثلا عاوز باك رايت دلوقتي. صح. عاوز ديفندر. صحيح. عاوز مساك. عايز مساك طبعا. عاوز فيرود. عايز فيرود. ما عندك بقى انت دوشه في حته وسايب الحته كلها. وسايب الحته دي كلها. ومشكله مفيش حد ينفع يلعب فيرود منهم غير بقى اللي هو يلعب 9.5 اللي هو يلعب بقى اللي هو اللي ينزل يستلم وده مش تحتاجه كتير. في واحد زي مصطفى محمد لو حصل له حاجه عمر برده مأقنع يعني في الموسم ده ما اقنعش خالص. وخالد ابو خالد وطيب مش موجود. فانت لو وقعت في الحته دي هتحصل لك مشكله. فانت لازم في الاول السنه تعرف اولوياتك ايه. يعني الباك رايت ماشي انت اتفاجئت بالباك رايت. صح. ما كانش في حساباتك. لكن الباقي انت عارف يعني. حساباتك ايه الدنيا واصابه زي محمود عبد العزيز وكل ده اكيد في حساباتك من بالظبط. لا يعني. يعني ممكن اي حد يتصاب يحصل له حاجه ما اكبرش قوي في حته معينه واسيب حته ثانيه مش موجود فيها لعيبه. صحيح. عايز اروح معاك لبيراميدز برضو. بيراميدز يمكن شايفه الموسم ده ازاي وشايف الاقالات والشكل وبيراميدز اعتقد يعني من وجهه نظر عبد الله سعيد مش موجود فيه ما كانش هيكسب الماتشات او ما كانش هيأدي الاداء ده. بص بيراميدز عنده كل الامكانيات. انا مستغرب برضه يعني مستغرب الوضع بصراحه. يعني بيراميدز انا شايفه بعد الاهلي والزمالك كامكانيات ممكن اكتر كمان من فرق كتيره. لكن الامكانيات دي مش موجوده في الملعب. يعني عنده كل ما تتخيله. يعني مدير فني يعني صبر ده انا مش فاهم ازاي يفشل معاهم. مدرب كويس جدا 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 وعنده كل الامكانيات وعنده اللعيبه وعنده كل حاجه وفي الاخر ما فيش نتائج. ما فيش شكل حتى يعني سيبك النتائج ما فيش شكل حتى في الملعب. صح. ما فيش اقناع في الملعب. قالوا عبد الله السعيد جايب له كام جون خلاص الموضوع ما كانش كفايه انكسب. فاعتقد يعني لازم يختاروا حد كويس جدا كمدير فني الفتره الجايه يكون يعني بص انا عندي مشكله كبيره مع قله الشباب اللي موجودين بامانه. الناشئين يعني قله الشباب المدربين. مدربين مدربين يعني عمرنا في مصر ما هنتطور طول ما احنا بالمنظر ده. مدرب بيقول عليه شاب يبقى عنده 45 46 سنه ده اسمه الشاب عندنا. بص في اوروبا ما الناس كلها صغيره. ده جوارديولا عنده 47 سنه يعني اللي هو كسر العالم كله 47 سنه. صح. فانت لازم تحط يعني تغير بقى تجيب يعني الاهلي بدا بمدير فني شاب عنده طموح وعاوز يشتغل وعاوز ينجح وعاوز وعاوز هو ده اللي لازم تقوم بيه في الدوري المصري. لكن احنا بنتكلم بقى لنا حوالي 10 سنين في نفس الناس المدربين. هي دايره بنلف فيها بالظبط. وده 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 عمرك ما تتطور. انت دلوقتي جات لك انت عندنا في مصر موضه اللعيبه الصغيره جات مره واحده وبعد كده رجعت تاني موضه اللعيبه الكبيره. فاهم؟ فهي موضه. انت ما فيش حاجه اسمها موضه بقى. انت شوف مين اللي ممكن يبقى دارس عنده طموح عاوز يشتغل عاوز يوصل لحاجه. بس في الاخر انت اصلا اداره الانديه مش عارفه هي عاوزه ايه. يعني اداره النادي نفسها مش عارفه هي عاوزه ايه. عاوزه تلعب كره كويسه عاوز تبني فرقه عاوز تنافس عاوز تبقى موجود في مربع ذهبي عاوز تبقى موجود في 10 محددين مطالبهم مش عارف هو عاوز ايه اصلا. صحيح. عشان انت المدرب نفسه بقى محدد وعاوز ايه. مفيش حد عنده خطه ماشي عليها او عنده مشروع ماشي عليه غير مثلا المقصه مفروض بيراميدز غير الاهلي والزمالك طبعا. أكيد. هم دول ممكن الفرق اللي ممكن عندها مشروع عاوزه تعمل ايه عاوزه يبقى فيها استقرار ما بيمشوش مدير فني بسرعه
بغض النظر عن الزمالك، لكن انا بتكلم في الاهلي مثلا، بيراميدز، المصري، هو كابتن ابجال، النتائج مش كويسه في الدوري ولكن متمسكين بيه لانه ماشي مثلا، هم نفسهم في الكونفدراليه، فهو ماشي في حته عمر مالي المصري مثلا ما ينافس في الاثنين، دي عمر من رابع المستحيلات، لا مفيش امكانيات للكلام ده. صح. لكن انت مثلا ماشي كويس في الكونفدراليه، انا عاوز الكونفدراليه، فكل تركيزه فين؟ في الحته بتاعت الكونفدراليه، لكن مش هينافس في الدوري والكونفدراليه. فانت اصلا اداره النادي والناس في النادي مش عارفه انت عاوزين ايه، فلازم انا انت ماشي تدخل الشباب شويه شويه، لان عمرك ما هتعمل مدرب لما يكون كان شاب وكان صحيح. اشتغل وعشان ياخد اسئله ما فيش خبرات، طب انت خبرات هتاخدها منين غير مع الشغل؟ وانت لازم تشتغل في درجه رابعه ودرجه ثالثه وراجل وتبقى ناشئين وتعمل وتطحن عشان تبقى عندك خبرات، مش كده؟ عقبال ما توصل الخبرات هيكون انت عمال لك بقى 50 سنه بقيت شاب، يعني بقيت شاب، بقيت مدير فني شاب بقى 50 سنه الحمد لله. شايف بيراميدز محتاج لعيبه، محتاج لعيب معين يعني، اعتقد ان عبد الله السعيد خلاص يعني هيبقى فري في واحد وممكن يرحل عن بيراميدز، ممكن نشوفه في اي حته موجود عبد الله السعيد. شايف بيراميدز محتاج لعيبه ولا عنده لعيبه كافيه بس مش عارف يوظفها؟ مش عاوز فيرود، عايز فيرود. اه طبعا. مش احمد علي موجود احمد بس كلهم نفس الاسطمبه. يعني احمد علي هو الراجل كان بيلعب بتراوري اصلا فيرود، ما انا بقول لك عشان عاوز يلعب في الحته بتاعت 9.5. لكن لما تيجي تبص لو هتلعب بقى بتسعه وعاوز تسعه، عندك احمد علي ودودو الجباس، دودو الجباس، وعندك اسمه الافريقي الفيرود بتاعه لما اسم لمالا ده، لا الفيرود جون انطوي، جون انطوي، جون انطوي، وثلاثه نفس الاسطمبه. فما بيحب يلعب بتسعه ونص، يلعب واحد زي تراوري، فانت عاوز فيرود يكون مختلف عن الحته دي عن التلاته دول. يعني دودي الجباس مثلا يعني بقى له فتره ما بيلعبش والكلام ده كله، ولكن انت هتلاقي عندك احمد علي لو دخل، احمد علي اعتقد هيرحل عن نادي بيراميدز برضه، بس اعتقد الراجل مشي، هو الراجل كان مشكله مع الراجل كان مشكلته معاه، فممكن يعني ممكن يكمل، لو ما كملش لازم يجيب فيرود طبعا. يعني فيرود مختلف بصفات مختلفه غير جون انطوي، جون انطوي بوكس، انت عاوز واحد اللي هو ينزل يشتغل في المساحات في اوقات معينه في ماتشات معينه الكلام ده كله. عبد الله سعيد مفيد لنادي الزمالك في الوقت ده؟ اه طبعا. عبد الله برضه قائد طبعا، يعني لعيب كبير ليه تقله، بيلعب تحت ضغوط، كل ده بيقدر يديه للعيبه نفسها. يعني لما تيجي تقعد مع اللعيبه وتتكلم مع لعيبه كبيره وعندها خبرات وعندها ولعيبه كبيره والناس كلها بتبص عليها وبيأدي في الملعب، مش مثلا اسم بس عبد الله السعيد وما بيأديش وما بيهنش نفسه وبتاع، لا، اما اللعيبه ذات الدلع لما بتخش في الانديه الكبيره بتطبع على اللعيبه نفسها. صح. تحس ان اللعيب مكسوف منك وانت نازل بتموت نفسك وبتشتغل والكلام ده كله، وتلاقي ناس حواليك لا طبعا مهم، المهم وهو اللي يقدر يمشي اللعب مع فرجاني ساسي. هداف الدوري وعنده كام سنه وبيلعب فين وبيلعب مركزه ايه كمان؟ بيلعبش اهلي وزمالك وهداف مركزه ايه كمان؟ مركزه تحت 10، فيعني ما انا بقول لك يعني ده لا لا يعني. هو عبد الله بصراحه ماركه مش هتتعوض دلوقتي كمان، المواهب قلت. فده يعتبر اخر جيل من المواهب موجود، باقي كله ما يعني ما عندناش مواهب في مصر، يعني يتقال عليها مواهب طالعه ومستقبل والكلام ده كله، ما عندناش الكلام ده، ما حدش ظهر زي عبد الله السعيد. ما بقول لك ما عندناش احنا الحته، ما عندناش ليه قله المواهب؟ لان ما فيش قطاعات ناشئين كلها. السلام عليكم. يعني المشكلة دي برضو خلي بالك كبيرة جدا، اعتقد بتهدد يعني الدوري المصري بشكل عام. هي في مشاكل كتيرة جدا في مصر، بس احنا خلاص قربت تقفل، يعني عارف عارف الدنيا قربت تقفل، انت عندك مشاكل من 20 سنة و30 سنة وما بتحلش. صحيح. هي نفس المشاكل. فما بتحلهاش، فهتيجي وقت من الاوقات خلاص هتقفل، الموضوع انتهت، مش هتلاقي موهبة في مصر. انت بقالك كام سنة بتدور على فيرود؟ بقالك كتير قوي لحد ما ظهر مصطفى محمد. مصطفى محمد ولما حافظتش عليه مش هتلاقي هي. حلو، مصطفى محمد، في مين تاني؟ حد تاني في فيرود تقيل يعني جامد اللي هو تعتمد عليه؟ مش هتلاقي. ممكن ناس مع الوقت تيجي، بس الوقت ده فين بقى؟ مين اللي هيطوره ومين اللي هيشغله؟ بص كلوب مثلا لما راح، بص يعني اقل مثال بالنسبه لك كلوب، راح ليفربول كل لعيب كان جايبه بكام؟ دلوقتي يتباع بكام؟ صح. روبرتسون كان جايبه مش عارف 3 مليون استرليني مش عارف ولا بكام، دلوقتي تبيعه هتبيعه ب 90 و100. صلاح ب 47 ولا 49 هتبيعه ب 150 دلوقتي، ماني نفس الموضوع. تطوير الناس كل اللعيبه حتى اللي جابهم غاليين برضه، فان دايك جايبه بكام؟ ب 90 بعد خمس ايام يعني ب 150 بعد خمس ايام بالظبط. وكان وقتها كمان بيقولوا ليه جايب مدافع بالرقم ده ومدافع ايه اللي اتدفع في الرقم ده؟ بقول لك كتيم، بص تطوير، عشان دول عندهم مؤمنين بمدرب. ما انت هنا المشكله بتجيب مدرب، بكره الصبح بتشوف مدرب تاني، تشوف عاوز تعالى معاه من نفسك مع طب انت جايبه ليه اصلا؟ انت جايبه ليه؟ يعني حد ضربك على ايدك وانت جايبه قبل ما تجيبه، ولا انت جايبه برضاك؟ فانت دول مؤمنين بمدرب ومؤمنين بمشروع، الراجل لغايه دلوقتي ده هو بيبيع لهم، هيبيع لهم المكان بتاع التدريب بتاعه، وبيعمل واحد عمل واحد جديد اوريدي، هو اللي متحكم في كل حاجه. فامنوا بالمشروع واشتغلوا معاه، وهو الراجل هو اللي كان بيشتري اللعيبه وهو اللي بيحط ارقام، وهو بص دلوقتي ليفربول فين؟ رقم واحد في العالم. طب
شايف عايز اروح معاك الدوري الانجليزي برضو، يمكن الاسبوع ال 18 وماتشات كتيره، وكنت عايز اتكلم معاك عن مانشستر يونايتد بالاخص. اليونايتد يعني ماشي على سطر وبيسيب سطر، وماتشات كبيره بيكسبها وماتشات قليله جدا بيخسرها من فرق يعني في منتصف الدوري وممكن كمان في اواخر الدوري. شايف مشكلته فين؟ اداره برضو طبعا. مفيش طموح، ما الاداره بتشتري اللعيبه. انت انا لو مدير فني عشان تحاسبني اعمل ايه؟ انا اللي اشتري اللعيبه زي كلوب، انا اللي عاوز ده صحيح، لكن ما تجيش انت تحط لي تقول لي انا خد ده. الله اعلم ده عنده طموح، يعني انا شايف مثلا ثلاث ارباع لعيبه مانشستر يونايتد ما عندهمش الطموح، ما عندهمش الكواليتي اللي انت تنافس على الدوري اصلا، زي الارسنال مثلا نفس الموضوع. ارسنال 99% من اللعيبه ما تنافسش على الدوري الا اربع خمس لعيبه، لكن انت بتتكلم في مانشستر اللعيبه كلها بتلعب في اسم كبير، واسم كبير جدا جدا جدا، لكن اللعيبه في الاخر مع اللعيبه والمدرب ما عندهمش طموح ان هم ياخدوا دوري او عاوزين شغل كتير. مش دي اللعيبه بتاعت كواليتي مانشستر يونايتد. لازم تشتري ثلاث اربع لعيبه تقال، عاوز خط فينس تقيل مثلا، خط فينس تقيل، عند ديفندر تقيل، عاوز فيرود جامد، عاوز اماكن معينه تشتغل عليها. كانت غلطه رحيل لوكاكو صح؟ ايه؟ كانت غلطه رحيل لوكاكو عن يونايتد؟ اه طبعا. والمشكله التطوير فين بقى؟ انت بقالك سنه مثلا مع مانشستر يونايتد سولشاير، ايه التطوير اللي طوره في اللعيبه؟ ايه اللي باين على اللعيبه مثلا؟ ايه طريقه اللعب الجديده؟ ايه الدنيا؟ لعب قدام الفرق الكبيره كويس جدا جدا. صحيح. تيجي قدام فرق صغيره مفيش الطموح بقى اللي انا عاوز اكمل استمرار استمرار استمرار. هو ده دي مشكله مانشستر يونايتد وارسنال نفس الموضوع. يعني الكلام معاك ممتع ونفسي اقعد معاك اكتر من كده، وبس لينا اكيد لقاء تاني ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا احمد مجدي، واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الزمالك. مشاهدينا هيطلع الفاصل، ونسبب بعد الفاصل كابتن امير وجيه طبعا مدير فني لمنتخب السكواش رجال، وانجاز جديد طبعا للسكواش، ولكن بعد هذا الفاصل.